شباب تحياتي، اس يو في صانع ياباني مميز، الاحلى واحلى جاي لكم اياه. عم نحكي عن مونتير سبور ل 2019، مصدر شركه لبنان، عدد المالكين واحد، ماشي بس 3000 كيلومتر. تفضلوا. سنسر امامي، اكزانون ليد، رادار فانكشن، زوايد 18 انش، المرايا بيفتحوا على الكهرباء، واحلى واحلى بقلبهم بلايند سبوت. هاي الكبسي هون بيفتحوا بدوروا على البصمه، مارشي بي موجودين، مرد الوحل موجود، بالنهايات سنسر وكاميرا على الاريير، ويلا نشوف انا وياكم بهي الطريقه السهله. نعلي 7 سيس للاستعمال وكذلك الامر بننزل الطريقه السهله. هوب توب صار جاهز، شخص يطلع يقعد ورا يحط السيت بالت ويستعمل الكاب هولدر بكل سهوله. 6 سلندر ومثل ما اتفقنا 3000 كيلومتر. بلش بفتحه السقف ومن بعدها بقول لكم بيفتح على البصمه، بدور على البصمه، المرايا بضبوا على الكهرباء وبقلبهم بلايند سبوت وبقلب السياره رادار فانكشن، الكراسي كهرباء وجلد طبعا اسود، شوفوا معي هالمالتي فانكشن ستيرنج مع الشفترز يا احلى شباب. اما على صعيد الشاشه فهي بقلبها سنسر وكاميرا على الاريير والفور ويل كهرباء. طلبك 7 سيت، صانع ياباني طلبك موجود، مثل ما دائما بنقول الله يبعث ضربات ويهني صاحب النصيب. صور وسعره على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.